لمناقشة الانتهاكات الصهيونية المستمرة ضد الفلسطينيين ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري. أستاذ معاذ، مرحبا بكم. دان قسم الإعلام في الهيئة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، لا سيما طبعا بعد انتهاك حرمة المساجد وتدنيس نسخ من القرآن الكريم. كيف تفسرون هذا الصلف وهذا التصعيد الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في الكريم، وتحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية، وتحية خاصة لأهلنا في فلسطين الصمود من المرابطين في المسجد الأقصى وبلدات الضفة الغربية وغيرها من أرض فلسطين الحرة. الحقيقة الأمر هذا صار سجية بالنسبة لكيان الاحتلال ومستوطنين. قيامهم بجولات التصعيد ذات الإساءة المتعمدة للمسلمين عامة وللإسلام خصوصا بثوابته وعقيدته وفي مقدمتها القرآن الكريم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، صار أشبه بالأمر المعتاد بالنسبة لهم أن يقوموا بهذه التصرفات بالتزامن مع مواسم العبادات الإسلامية. نحن شهدنا مثلا في شهر رمضان الفائت الجرائم الصهيونية الممنهجة التي ارتكبت في أثناء اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وما تبع ذلك في مسيرة الإعلام المتطرفة التي رفعت فيها شعارات تنال من الإسلام وتسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم مع قرب موسم الحج يتجدد هذا النوع من الحملات الإجرامية تجاه أهلنا في فلسطين، ويتم من خلال ذلك تجديد الإساءة للإسلام مثل ما حصل الخميس الماضي في بلدات الضفة الغربية. حيث دنس المستوطنون المسجد ومزقوا المصاحف والقوها على الأرض واقتحموا بيوت الله بالكلاب ودنسوها بأقدامهم. ما يجري على هذه الشاكلة هو يعني أشبه بتحدي صريح تبديه الجمعيات والمنظمات اليهودية المتطرفة في مواسم العبادات التي يجتمع فيها المسلمون. المسلمون يجتمعون اجتماعا شعائريا في عباداتهم ذات الطابع الجمعي. هذه العبادات من شأنها أن تحقق اجتماع المسلمين ووحدتهم إنهم أحسنوا التعامل مع مستلزماته وما تقتضيه مقاصده. فذلك يلجأ كيان الاحتلال إلى استخدام هذا الأسلوب في هذه المواسم في محاولة منه للتف في عضد المسلمين وفنهم عن جمع الكلمة ووحدة الصف. أستاذ معاذ، ذكر بيانكم أن الصهاينة حاولوا الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في مسيرة الأعلام الصهيونية التي حدثت في أيار الماضي، ولكن في هذا الموقف، في هذا المفصل، لماذا هذا الإصرار على استهداف أهم رموز الإسلام؟ ما الرسائل التي تريد دولة الاحتلال إيصالها من وراء كل ذلك؟ نعم، ما يظهر أن كيان الاحتلال ومستوطنيه ولا سيما من يحرضهم من المتطرفين يتعمدون هذه الطريقة ليوصلوا رسالة ظنية ذات نمط استهزائي بأن هذه الأمة على عظمتها وسعة امتدادها وكثرة شعوبها لا تستطيع في أوقات اجتماعها على العبادات أن تواجه الاحتلال أو تتصدى له. ذلك لأن الاحتلال ينظر إلى الأمة من خلال أنظمتها، لا ينظر إليها من خلال شعوبها أو علمائها أو طاقاتها الشبابية التي باتت اليوم تدرك الكثير مما لا يتوقعه. فهو حين يرصد النظام الرسمي العربي والإسلامي جامدا تجاه هذه الانتهاكات، فمن الطبيعي أن يتمادى أكثر في ارتكاب العدوان والإفراط في الإساءات والتعسف في التجاوزات. في القضية إذن في حقيقتها هو استقواء موهوم. كيان الاحتلال لا يدرك أن صنيعه هذا كفيل بأن يوقظ لدى المسلمين قوتهم الكامنة إن هم أحسنوا اقتناص الفرص وعملوا على تحويل المحنة إلى منحة. شددتم على ضرورة تجاوز الأمة حدود الشجب والإدانة وأيضا اتخاذ مواقف عملية لمناهضة الاحتلال. ما طبيعة هذه المواقف؟ كيف يمكن لها أن تترجم على أرض الواقع، طبعا على المستوى الشعبي أستاذ معاذ؟ نعم، الحقيقة يعني المستوى الشعبي، دعني أقول بشيء من المسؤولية، أن المستوى الشعبي يبشر بخير. نسبة الوعي التي موجودة لدى المسلمين على الجانب الجماهيري والشعبي حقيقة نسبة وعي عالية جدا. ما ينقصها هو أن يتحول هذا الوعي إلى حراك معتبر له أهداف وغايات ومقاصد لا يحول دونها حائل. لذلك أجد أن من الواجب على هذه الشعوب أن تصير هذا الوعي إلى فكر
وحينما يكون هذا الفكر يعني فكرا مثمرا وناضجا تستطيع هذه الشعوب في بلدانها ولا سيما البلدان المجاورة لفلسطين أو في محيطها الإقليمي أن تنشئ كيانا سواء كان سياسيا أو فكريا أو منظمة مجتمع مدني تضغط فيه على أنظمتها لكي تحرك يعني المياه الراكية كما إذا صحت العبارة تحركها باتجاه اتخاذ مواقف عملية من شأنها أن تتصدى للاحتلال. ولعل في يعني أبرز موقف جدير بأن يؤخذ بنظر الاعتبار هو ما نص عليه بيان علماء المسلمين الموحد فيما يتعلق بدعم المقاومة وتنمية فكرة الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، لأن المقاومة في فلسطين هي فلنقل هي الأمل الذي بشأنه أن يحرر أرض فلسطين ونعيد المسجد الأقصى إلى حاضر. أستاذ معاذ، هل يمكن دعم المقاومة الفلسطينية على مستوى الدول برأيكم، خاصة يعني أن قطار التطبيع مع الاحتلال لم يتوقف حتى هذه اللحظة؟ نعم بالتأكيد، وقطار التطبيع هو هذا الخنجر الذي يطعن الأمة في ظهرها حينما تريد شعوبها أن تتجه نحو فلسطين أو تعمل عملا ميدانيا معتبرا من شأنه أن يحقق ما تبتغيه الأمة. التطبيع بحد ذاته جريمة يعني، واليوم إذا حينما خاطب العلماء الأنظمة بأن تكف عن تطبيعها وأن تتراجع عن قرارات هذه التي تستكين من خلالها أمام جبروت وطغيان الاحتلال الصهيوني ومن معه من قوى الغرب، إذا فعلت الأنظمة ذلك فهذه ليست منة منها على الشعوب، بل هو هذا الواجب والذي من المفترض أن يؤدى مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. التطبيع لوحده ليس مشكلة، المشكلة هي في الإرادة، الإرادة السياسية في لدى الأنظمة. لو كانت حقيقة متحققة وكانت حاضرة وذات مصداقية فأعلم أن الشعوب لن يوقفها شيء. من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري، شكرا جزيلا لكم.